عودي معكم للمتابعة، ومثل ما قلت لكم عنا فقرة نحن وياكم هلا لتلقي اتصالاتكم، مجرد المعايدة هيك ونتساير أنا وياكم شوي لتربحوا جوائز قيمة، ألعاب وطبعا ساعة من عند ساعات من عند هيمو. أرقام التليفونات عم تمرق هلا قدامكم على الشاشة. بتمنى إنه دايما نرجع لحالنا ونفكر بالعيد مثل ما لازم نفكر فيه، بطريقة انه نتذكر دايما خينا الانسان يمكن اللي بحاجة انه نرسم على وجهه البسمة ونمسح الدمعة، الكتار اللي ما قدروا يعيدوا بالطريقة المناسبة. ان شاء الله السنوات الجاية تكون سنوات خير وسلام وضحكة وابتسامة وإيجابية لكل الوطن العربي ولكل مشاهدينا ولكل اللي عم يسمعونا بلبنان وخارج لبنان. ارقام تليفونات مثل ما شايفين قدامكم على الشاشه، مجرد ما تتصلوا فينا هالجوائز اللي باستوديو هي من نصيبكم، طبعا بتربحوا معنا اذا في اولاد كادو لعبه مع ساعه من هيمو. كمان متشكر كل يلي ساهموا معنا بتقديم الهدايا. احمد انت وين صرت هلا بالرسمه؟ انا خلصت لوجو عالم الصباح وهلا عم بلش ميكي ماوس. نعم خلاص اللوجو هالقد سريع على القصه، يعني ما بدك وقت ابدا. يعطيك العافيه احمد. انت جاي من صور؟ ايه من جنوب. من صور نحن. شو بتستعمل مواد غير الشوكولا؟ يعني عم شوف في الوان. مثل ما قلت لك كل شيء بستعمله بكون بيتاكل، على ما برسم بالشوكولا وبلون بالكراميل. اوكي. واذا احتجت لون احمر مثلا، اذا رسمت وجه مثلا مثل الشفاف، بستعمل سيروب جرينادين. وإذا بدي لون العيون بين الكراميل والسيروب نعنع يعني كله سيروبات. اها كثير منيح. يعني فاذا اللي عم نشوفه قدامنا هو كله مواد قابله يعني للاكل، يعني مش ابدا ما في مواد مضره ولا في تلوين غير طبيعي مؤذي للصحه. ونحن كمان رح نتركك تكمل الشغل اللي انت عم تشتغل فيه، ونذكر المشاهدين عم تمرق قدامكم ارقام التليفونات فيكم تتصلوا فينا وتربحوا الجوائز يلي عم تشوفوها امامكم من هيمو وبعض الالعاب، كمان مجموعه كبيره من الالعاب يلي ظاهره هلا قدامكم. بعرف في عجقه على الاتصالات، ما عم تقدروا يمكن تعلق معكم الخط، ولكن ضلكم عم بتحاولوا مره واثنين وثلاثه. شيف شو هالبرزنتيشن الحلوه يا شيف؟ اسم الله عليك على البرزنتيشن الحلو. يعني هالقالب بفكروا الواحد قالب كيك هو من الكينوا ولا من ال هيدا برغل؟ من البرغل. البرغل طبعا جوزيف اللي سلقته انا. نعم. باول فقره من فقرات رشه ملح سلقنا البرغل، مثل ما عم بتشوف حاطط بقلبه من الخس الملون او الخس اللولو، حاطط معه كمان بندوره كرزيه. نعم. من فوق عم زينه باكليل الجبل، كمان فينا نزينه بالرمان ايضا، في عندنا كثير شغلات لنقدر نزينه من فوق. في هون عندنا كمان مثل ما عم بتشوف هيدا الطبق، هيدا البروسكيتا. البروسكيتا جوزيف كمان صارت جاهزه زينتها، يعني مثل ما عم تشوف هالبرزنتيشن الحلوه، بعد ما كنت حاططها من الجبنه، حاططها من البندوره الكرزيه، حاططها من الحبق، ايضا حاططها من اكليل الجبل، كمان وكمان حاططها من المشمش والتين. طبعا هون جوزيف فينا نحط ايضا وايضا من صلصه البيتزا، او فينا نحط كمان من صلصه البيستو بعد ما كنا حاطين لها توم. هون هيدا الطبق كمان المقادير مرقوا من شوي قدامنا على الشاشه خلال فقرات رشه ملح، محطوط من الجبنه المرهميه. نعم. فينا كمان نضيف لهالطبق جبنه مرهميه، ما عندنا اي مشكله. لك هالطبق شو حلو. ايه كثير عن جد. انتم ملاحظين الشيف تقولوا له مثلا كيفك شيف؟ يلا جاوبني شيف. منيح الحمد لله بشكر الله. شيف انا وياك طبعا رح نتلقى اتصالات المشاهدين مباشره، مجرد ما يعيدونا، مجرد ما يعلق معهم الخط، الجوائز بانتظارهم من العاب ومن ساعات من هيمو. بنبلش مع اول اتصال. حياه صباح الخير. بونجور. فطر سعيد. ينعاد عليك بالصحه والخير. حياه عليك كل رمضان. ثانك يو. من حضرتك من طرابلس. مزبوط. تحيه لكل مشاهدينا واهلنا بطرابلس، هالمنطقه يلي عاشت شهر رمضان بطريقه كثير حلوه والاحتفالات كانت كثير حلوه. احلى رمضان بطرابلس. صحيح صحيح. نحن انا كمان زرت طرابلس وكنت موجود بسحور بعده مرات بمدينه طرابلس عاصمه الشمال. حياه حضرتك متزوجه؟ ايه مزبوط. شو عندك اولاد؟ عندي شابين وصبيه. شابين وصبيه، ان شاء الله يخلي لك اياهم يا رب وينعاد عليك هيك. شوفي شو امنيتك للعيد يا حياه؟
أهم شيء الرواء والأمان، هيدا أهم شيء، أهم شيء الاستقرار. طبعا. الحمد لله. أنا بدي عيدك وقل لك تربحي معنا ساعة من هيمو بتستلميها من مبنى تلفزيون المستقبل بين الساعة 10 والساعة 1، مظبوط التوقيت؟ اليوم قصدك؟ يوميا من 10 يوميا، اوكي، ابتداء من يوم الاثنين حياة مدام حياة. اوكي كثير منيح، ماشي كثير، ماشي. 01-355-355 هو رقم التليفون كمان لاستلام الهدايا. 01-355-355 عم يطلع قدامك على الشاشة. اوكي. شكرا لك، وكمان عايدين لنا الشباب والصبايا اولادك، وان شاء الله كل سنة وانت بألف خير والعيلة كمان. وكمان عن جديد تحية لكل اهلنا بطرابلس وبشمال لبنان وبعكار، بالبقاع، ببعلبك، ببقاع الغربي، بزحلة، بجنوب لبنان الحبيب، صيدا، صور، النبطية، المناطق كلها، ببيروت كمان، كل مشاهدينا اللي عندهم ولاء ل برنامج عالم الصباح بكسروان، بجبيل، بكل منطقة من مناطق لبنان، لكم إن شاء الله هالعيد يكون خير وبركة عليكم. برجع بذكركم إنه فيكم تتصلوا، أرقام التليفونات عم تطلع قدامكم على الشاشة للاتصال 01-48-48-70-48-48-80، وهدياكم هي مجموعة من الألعاب اللي عند أولاد طبعا و أو ساعات من عند هيمو، مجوهرات هيمو. اتصال. ألو احمد، شو احمد وين صرنا؟ فينا نشوف على الكاميرا وين صارت رسمتك؟ فرجينا اول شيء لوجو الفيوتشر اللي خلص، قلت اللي انتهى. هلا انا برسم، برجع بنطر شوي الشوكولاته الناشف، برجع بلون. نعم هيك. هلا هو خالص، ديروا شوي على الكاميرا بس لنشوفه مزبوط. ايوه، بس بدي لونه بسيروب كوراساو شوي ازرق. بدنا نسال ازرق يا احمد. لا ما راح نسال ازرق. شو عم تحضر رسمة تاني؟ أو رسمت رسومة تحركة، بعد عندي بدي ارسم برج ايفل. ميكي ماوس يلي عم ترسمه على الصحن الثاني كمان، بحاجة بعد للألوان، رح اتركك تكمل الألوان وتلون رسمتك طبعا، وناخد اتصال. ألو سمر. ألو، يا هلا بسمر. بونجور. من وين سمر؟ طرابلس. من طرابلس. يا ها، ان شاء الله بينعاد عليكم بالصحه والخير يا رب. وعليك يا سمر يا رب. سمر متزوجه ولا عزبه؟ لا مزوجه. شو عندك ولاد سمر؟ بنت وصبي. قد ايه اعمارهم؟ 3 سنين وخمس سنين. بنت 5 طبعا، صبي 3. الله يخلي لك اياهم يا رب. فاذا صبي 3 سنين والبنت 5 سنين، مزبوط. الله يخلي لك اياهم، ينعاد عليكم. كيف كان شهر رمضان؟ ميرسي وعليكم، كثير حلو. يعني طرابلس بتعرف الافطارات، الجو الطرابلسي، جو رمضان المزبوط. يعني اهم شيء نحضر حالنا لما بعد رمضان، نكمل أكيد السنة بنفس الروحانية وبنفس الطبيعية اللي عشناها خلال هالشهر. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب. مع مين معايدين اليوم؟ صراحة مع الأهل بالبيت. يلا أكيد إن شاء الله دايما مجموعين، مثل ما كنا عم نحكي من شوي عن صلة الرحم، دايما العيلة والعيلة وثم العيلة، وخاصة بفترات العيد والمناسبات. أنا بدي أقدم لك هدايا ألعاب لأولادك. مرسي كثير، كلكم ذوق، مرسي. وساعة هيمو لحضرتك كمان سمر، مرسي. يعني عن جد إن شاء الله بينعاد عليكم، وهيك يعني فرحة للولاد، مرسي كتير. نعم، فإذا هيدي ساعة هيمو والألعاب تستلميهم من مبنى تلفزيون مستقبل يوميا بين الساعة 10 والساعة 1. تتصلي لتعرفي اكزاكتلي وين، على 01-355-355 سمر. مرسي كتير، كلكم ذوق. سلمي لنا على الأهل بطرابلس. كمان علي، صباح الخير. علي، يا علي. ايه علي، سمعني؟ ايه سامعك. كيفك علي؟ نعد عليك. وعليك ان شاء الله بالصحة والسلامة. من وين علي؟ انا من جنوب، من كفرشوبة. يا هلا يا هلا، تحياتنا لأهل كفرشوبة ولأهالي الجنوب. طبعا علي مزوج؟ نعم. شو عندك اولاد؟ عندي محمد واحمد، يخلي لك اولاد. الله يخلي لك اياهم. قد ايه اعمارهم محمد واحمد؟ والله 5 و3. الله يخلي لك اياهم يا علي، وطبعا رح يربحوا معنا العاب من اللي شايفهم قدامنا، تستلمون مبنى تلفزيون المستقبل. وين العيد اليوم؟ والله مبدئيا تعرف زيارات اول يوم، ثاني يوم بتعرف كأس العالم هيك. نعم. يعني اول يوم مع الزيارات وثاني يوم الظهرات. طبعا طبعا، عم بتتابعوا عالم الصباح عادة؟
دائما والوالد ما بيشيل حميس التلفزيون المستعبد. نعم تابع كل البرامج. الله يخلينا اياك يا علي وخلي لك عيلتك يا رب. وطبعا مثل ما قلت لك تتصل على 01-355-355 تستلم جوائز أولادك بين الساعة 10 والساعة 1 من مبنى تلفزيون مستقبل. بخبروك هني بس تتصل لأولادك الاثنين الهدايا. اوكي يا علي ألف مبروك. ألو تراز. صباح الخير. صباح الخير تراز. كيفك جوزيف؟ الحمد لله ينعاد عليكي. ينعاد على الجميع يا رب بالصحة والبركة والخير. إن شاء الله إن شاء الله يا تراز دايما. راحة البال لهالبلد ولجميع المسلمين وإخواننا المسلمين و... صحيح. بيت العتاني بخص منهم بيت العتاني بيت الهاشم بيت جميعا يا رب براس بيروت وبنحبكم كثير وانت خاصه يا جوزيف بتحبك كثير لانك اليوم بتعطينا نصايح وبتعطينا تجارب وبهالحياه يعني روعه روعه برنامجك. الله يخليك. معنا بالصبحيه بننطرك بناطره ويعني شيء حلو كثير اللي بتعملوه. الله يخليك كثير وعائله المستقبل كلها منهنيه بهالاعمال الحلوه. شكرا شكرا يا لك يا تراز. انا بعيدك وبدي اقدم لك ساعه من هيمو. ميرسي كثير. تستلميها من مبنى تلفزيون مستقبل وبتتصلي بين العشرة والوحدة بتتصلي على 01-355-355 لتعرفي اكثر تفاصيل. ميرسي جوزيف كلك ذوق. ينعاد عليك تراز. ينعاد صحتك. ينعاد عليك شكرا شكرا. كمان فاذا بنكمل بترقي اتصالاتكم المباشره على رقم التليفونات اللي عم تمرق قدامكم على الشاشه. جوائز هي مجموعه من الالعاب ومجموعه من الساعات هيمو. كمان ناخذ اتصال. الو الو بونجور. صباح الخير. كيفك مسيو جوزيف؟ اهلا اهلا ينعاد عليك. وعليك يا رب بالصحه والعافيه. كيفك ابتسام؟ نعم ابتسام ما هيك؟ اي نعم. من وين ابتسام؟ من بيروت. يا هلا يا هلا ابتسام. ابتسام متزوجه؟ مزوجة ايه وعندي مزوجة ولادي كمان عندي بنت بنت بنتي وابن بنتي عندي بنت وصبية. يعني عندك احفاد؟ احفاد احفاد. نعم. شو اعمارهم احفادك؟ 12 و14. اسم الله. يعني احنا رح بنات ولا صبيان؟ في بنت وفي صبي. بنت وصبي 12 و14. طبعا بيربحوا مجموعة هدايا من عنا طبعا بيستلموها بمبنى تلفزيون المستقبل على 01-355-355 وبدي اقدم لك ساعة لحضرتك. انا كتير على فكرة لفتوا لي نظر الساعات كتير حلوين. يلا هاي ساعة لحضرتك ينعاد عليك ابتسام. وكمان بتتصلي بتستلميهم بنفس الوقت. ميرسي كلكم ذوق. اوكي اوكي انا بدي طبعا نرجع لكم بعد شوي بس خليني اروح شوف احمد وين صار بنهاية عمله لانه بلش يلون. احمد يعطيك العافية. الله يعافيك. ها عاد ترى بعد لتنشف ولا كيف؟ لا هيدي خلص خلصت بس كان ناقصها نقطة مثل اللوجو بالضبط انه ناقصها نقطة زرقاء. فينا نزيد الازرق شوي هون ولا؟ ايه ما مشكلة فينا؟ ما مشكلة هيك انا وياك نحط لك بس بشو كمان حطها بالكردون للازرق؟ لا لا ملونها بشو؟ بالكفوف وملونها. بالكفوف. طيب اوكي خلينا هلا هون شو عم تعمل؟ توريفيل. ايوه هلا بس خلص هيدا. نعم بلون هون. اذا هيك صار اللوجو. هلا هو ابيض وبيجي نقطه زرقاء. انت بتلونه كله ازرق؟ اذا بدك انا هيك حتى نشتغل يعني على الهواء. ما مشكله يعني بلون بس انا بدي اطلعه مثل ما هو بس. يعطيك العافيه يا ابو حميد. فاذا هذا اللوجو الفيوتشر شايفين قدامنا وهون ميكي ماوس بس بعد ما تلون كله يعني ناطرين هذا اللوجو عالم الصباح. هذا ميكي ماوس او ميكي ميكي وعم بيرسم توريفيل. خلينا نشوف احمد توريفيل وين صار وراح تكمله. وهيدي توريفيل صارت موجوده. اذا هذا الرسم كله بالشوكولا حتى وكله مواد طبيعيه قابله للاكل. احمد رح اتركك انا ونروح عند الشيف حسين نشوف كيف رح بكفي وصفته. شيف جاهز؟ جاهز. شو هالبرزنتيشن يا شيف؟ لك يا حبيبي شو هالقوالب الحلوه يا شيف؟ ينعاد عليك ورشه ملح مع شيف حسين.